في الفيديو المتعلق بالذوبان رسمت صور صغيرة لأيونات الصوديوم والكلور عندما كان يذوب كلوريد الصوديوم أو ينفصل في الماء. هذا هو الصوديوم وهذا الكلور، وقلت لنفسي عند النظر إلى هذا هل يجب رسم هذه الأشياء؟ قلت أننا في نفس الدورة والصوديوم هو عنصر في المجموعة الأولى، إذا هو فلز قوي، بينما الكلور هو هالوجين، إذا الكلور سوف يكون له نصف قطر ذري أصغر. والمنطق هنا فقط للمراجعة لاتجاهات الجدول الدوري هو أن كلا الإلكترونات التكافؤ للعنصرين توجد في الغلاف الثالث. الصوديوم فقط لديه 11 بروتون في النواة، ولديه إلكترون واحد هنا في غلاف التكافؤ، لذا الجاذبية ليست بقوة حالة الكلور الذي لديه 17 بروتون في النواة، بالرغم أن لديه إلكترونات تكافؤ أكثر، لديه 7 منهم، هو 1 2 3 4 5 6 7، هذه البروتونات سيكون لديها جاذبية أقوى عليهم. لذا إذا نظرنا إلى الاتجاهات في الجدول الدوري سنتوقع أن ذرة الصوديوم الأحادية ستكون أكبر من ذرة الكلور الأحادية، لأن هذا الكلور لديه بروتونات أكثر فيتسحب الإلكترونات أكثر. وهكذا رسمت الأيونات في الفيديو السابق، قلت عند الانفصال أو انفصالها في الماء سيكون لدينا أيون صوديوم أكبر وأيون أصغر للكلور، وهذا غير صحيح، لقد أخطأت في وصفها هكذا، وكان لابد من أن ننتج هذا الفيديو للتصحيح. إذن ماذا يحدث عند تأيين هذه الأشياء؟ هذا العنصر سوف يخسر إلكترون، سوف يعطي الإلكترون لهذا العنصر، لذا التوزيع الإلكتروني له سيصبح قريبا جدا لتوزيع النيون. الآن لن يكون لديه إلكترونات في الغلاف الثالث في مستوى الطاقة الثالث، وهذا عمليا مشابه للنيون هنا لأنه سوف يملأ الغلاف الثاني. إذا عمليا أيون الصوديوم بهذا الشكل خطأ بشكل كامل، إذا أيون الصوديوم سيكون لديه نصف قطر ذري، ليس مختلف عن النيون، في الواقع سيكون حتى أصغر قليلا من النيون لأن لديه نفس التوزيع الإلكتروني لكن لديه بروتون إضافي. إذا أيون الصوديوم عمليا سيكون أصغر لأنه يتخلص من الإلكترون في الغلاف الثالث، أما الكلور فقد حصل على إلكترون، إذا لديه غلاف ثالث كامل. إذا هنا لدينا الكلور بحيث سيكون أكبر. لذا في فيديو الذوبان كان يجب عمليا أن أغير الأماكن بين الصوديوم والكلور على الأقل من ناحية الحجم، وبالطبع بينت كيفية انفصالها في الماء، وهذا سيكون منجذب لطرف الأكسجين من الماء ولدينا طرف الهيدروجين وكل هذا. لكن يمكنكم مشاهدة فيديو الذوبان لأن الفكرة الأساسية فيه لم تتغير، لكن أعتقد أن هذه نقطة مهمة لنذكرها، بحيث أنه عند تأيين هذه الذرات الأحادية يمكن أن تتغير بشكل ملحوظ خصوصا أحجامها الذرية النسبية. على أي حال أعتذر عن خطئي، بالتوفيق.